صباح الخير، صباح النور على كل متابعينا من جديد. مثل كنا عم نحكي هلا بدنا نعمل تمارينات هيت. رح نعتمد اليوم اذا بدكم على العدات، ممكن تعملوا 80 عدات وبعدين 20 مره او 30 مره وتريحوا، او لو بدكم تمسكوا وقت مفضل يكونوا ماسكين وقت، نعمل 30 ثانيه ونريح 15 ثانيه ونعيد التمارينات كمان. انا رح اعطيكم تمارينات سهله اليوم، ما رح استعمل اغراض ولا اوزان، لانه لما تكون فيها شدتها عاليه رح يكون لازم يكون في عندنا بالانس او توازن، ممكن نفقد توازننا لو كنا ماسكين اوزان، وكمان منشان تقدروا تعملوها في البيت لو ما عندكم اغراض رياضيه. خلينا نبلش مع بعض ونبلش باول تمارينات هي الاحماء. اكيد رح نقدم رجلينا بهالشكل لقدام وننزل بكل جسمنا قدام ونرجع نرفع، ناخذ رجل يمين يسار، ننزل بكل جسمنا ويكون جسمنا مستقيم وظهرنا مستقيم ونرجع نطلع آخر مرة. واحد اثنين، برافو. بدنا ناخذ اجرينا هاي لفوق بهالشكل، حاول تنزلي شوي لقدام، نغير، برافو. من هون ممكن نفتح كمان اجرينا، حناخذ ايدي اليمين الى اجري اليسار العكس، حطها بالارض وبرفع اجري، بحاول اني دور شوي للوراء، نرجع للنص، حط ايدي بالارض. هون عم بكون عم بلين كل المفاصل تبعنا، عم بنشط الدوره الدمويه مشان نقدر نكون لياقتنا جاهزه انه نلعب التمارينات. ما عملت الاحماء بشكل سريع او فيه شويه كارديو لانه احنا اوريدي رح نعمل تمارينات كارديو بعدين. من هون باخذ اجري شوي لورا، باخذ شوي الحوض لورا، وبس بدي يكون عم بحرك مفاصل الاجري بهالشكل. شو وان، نرجع نقوم، ممكن كمان نمسك بهالشكل اجري كبدنا لفوق. هلا نكون جاهزين نبلش تمريناتنا. اول تمرين عندنا راح يكون سكوات جامب، بس بدنا نعمل تويست شوي يمين وشوي يسار. راح نعمل وان اب، خليني ارجع شوي ورا لانه هاي سكوات اب. راح تعملي مره تويست على اليمين ومره على اليسار، ننتبه انه السكوات نكون عم نعملها بشكل صح. مثل ما قلت لكم ممكن تعملوا 30 ثانيه او نعمل 20 عد. في ناس مبتدئين ما راح يقدروا يعملوا جامب او تويست بهالشكل، ممكن نعمل وان تلفي هيك، ارجع تلفي مره على اليمين ومره على اليسار، ثري تو اند وان، برافو. هلا احنا لانه ما بدنا نقف وقت 15 ثانيه راحه، فراح احاول انه اعمل مره تمارين شدته عاليه ومره تمارين يكون شدته خفيفه شوي. هلا شيف راح نحل، نفتح رجلينا بهالشكل وبدنا ننزل سكوات، راح نرفع الركبه، ننزل سكوات، ايدينا هون على مستوى الراس، واحد، ايدينا عكس الاجر. في الهيت مش كتير بنكون قادرين انه عم نلعب رياضه عم نحكي بنفس الوقت، لانه اكيد لازم نكون قادرين انه نتنفس لنوصل الاكسجين لكل الجسم لانه عم يساعدنا. الاثنين ما بقدر اعملهم فراح اختار واحده فيهم. ننزل لتحت، نحاول انه نكون نازلين منيح في السكوات، ونحاول نلف بالخصر لما نرفع ركبه لفوق، برافو. ننتبه ظهرنا مستقيم، شدين عضلات بطننا اكيد، تو، ونعيد اخر واحده، برافو. هلا كنا فوق بدنا ننزل شوي نشتغل البطن بس منشان نريح جسمنا شوي. راح ننام بهالشكل، رجلينا هاي ممكن تضل مثنيه او تطلقيها، ايديكي فوق راسك، شد عضلات بطننا. دائما نفكركم انه في تمارينات البطن هون ظهرنا لازم يكون فلات مع الارض. شوف كيف بدنا نعمل اب 1، رح نطلع فوق 2، برافو. ننتبه انه نكون شادين عضلات بطننا، ممكن اجيك تكون مثنيه او تطلقيها بهالشكل،
برافو. هون كمان ممكن تعملي إجر اليمين تخلصيها ترتاحي وبعدين تغيري الإجر اليسار، أو ممكن تستعمليهم الاثنين. خلينا نغير هون، نطلع النفس لما نرجع ننام نسحب النفس. برافو. من هون كمان نمر لتمارين ثاني، هو هذا رح يستهدف عضلات البطن، عضلات الأكتاف، عضلات جرينا، كل عضلات الجسم. حنوقف بهالشكل مثل البلانك، بس شوف رح ناخد دايما ركبتي عكس الإجرين، حاول ألمس إيدي لركبتي. أب 1 2، هلا بدنا نلمس شولدر 1 2، يعني مرة ركبة اليمين مرة اليسار بعدين الشولدر. يلا مع بعض ننتبه، ظهرنا مستقيم، شدين عضلات بطننا ونتنفس 1 2. نعيد. انتم اكيد بدكم تاخذوا راحه ما بين كل تمارين، مش مثلي انا انه انا عم بعمل كل التمارينات ورا بعض. برافو. من هون بعد بدنا نستهدف عضلات الظهر، رح ننام بهالشكل، رح تحط ايديك بهون، رح تحاولي تطلعي لفوق. لو طلعت اجريك عادي ننزل نعمل سكويز لعضلات الظهر لما نطلع. برافو. هلا بدنا نعيد نرجع نطلع لفوق، بدنا نسرع شوي دقات القلب او نسرع شوي التمرينات. رح نوقف من هاي الاطراف، رح نوقف بوضعية البلانك، رح نروح من هون لهناك بهالشكل 1 2 3. لما توصلي لهون لازم تعملي جامب رجليك الاثنين لقدام 1 2، نرجع لورا. ننتبه واحنا عم نتحرك عاملين سكويز او شدين كل جسمنا بشكل مستقيم مشان ما نضغط كثير على الشولدر او المرفق لا يعورنا. شد عضلات ظهرنا لقدام ورا. هون نرجع كمان من هون، كمان من هون ممكن نوقف بهالشكل هيك. راح اخذ اجري هون وبلف 1، نرجع اب حطي اجريكي لف كل جسمي على جنب وبرجع. هون برافو. كمان من هون مثل بدنا نعمل يقاب، بس هالمرة رح نكون عم نمشي وعم نجي. وقف هون تم 1 2 ونرجع 1 2 ونرجع 1 2 1 2. برافو. كمان من هون حسيتوا انه شدة طلعت كثير وبدكم تنزلوها، فعادي نرجع نشتغل عضلات البطن. رح نوقف أو نجلس بهالشكل مثل ما بدكم. بدنا ناخذ 1 2 ونكون ضغطين على البطن، هاي تشتغل أسفل البطن العنيدة اللي كنا، أو مش أنا بعاني منها مثل ما قالت سارة يعني. 3 2 1. بجي سارة الدنيا من عم بيعاني منها. يعطيك ألف عافية. أمان تعرفي الأصعب من تمارين الهيت إنه الواحد يكون عم يحكي وهو عم يعمل بالضبط. تمارين هيت لأنها هي مهلكة للتنفس جدا، فيعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.